أبو البراء من ليبيا سأل عن حديث النهي عن الصلاة وهو أن الإنسان يدافع الخبثين. أي نعم، جاء يقول هل هي تبطل الصلاة؟ نعم، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، وذهب عامة أهل العلم إلى أن الصلاة صحيحة وأن ذلك على سبيل الكراهة، وخالف في ذلك ابن حزم فقال أن الصلاة باطلة، والراجح أن الصلاة صحيحة والله أعلم، لأنه أدى شروطها وأن النهي خارج عن ماهية العبادة، فدل ذلك على أن النهي للكراهة والله أعلم. نعم، جزاك الله خير.